كرام هات نبدي عجم ركني أنا بسو ألو مراد أنت منيح؟ إيه منيح هلا طالعوا بكرة نحن رح نسافر بس هالمرة ما رح يمشي الحال مشان ما تقطع الطريق حياتي ليش ما عم تفهمي إنه وصلنا لطريق مسدود لازم تقرري فورا يا بتجي يا أما خلص حياة لشو هاي الشنطاية بنتي لو أن بدك تروحي أنا بدون مراد ما فيني أعيش سامحيني أمي قولي لأبي وجدي كمان يسامحوا نايب وارصة بقى ترسل sen varsan her şey